عايز ايه؟ انا اكون عايز ايه يعني؟ هو انت ما تعرفش تتكلم ابدا وايدك جنبك؟ عمري. قول لي بقى انت كنت عايز تقول ايه؟ بس وطي صوتك لحسن اختي تسمعني. طب ما تسمعني، ما انا كده كده مش هتكلم غير لما اخش الفن. النهارده مش هينفع، اصلها طالع في دماغها تنظف الشقه اوضه اوضه. انت اتصابت يا بنت ولا ايه؟ اشمعنى المره اللي فاتت؟ ياض المره اللي فاتت كانت راقده عيانه في اوضتها. الله، طب ما نشوف ايه اللي عيانه ونخش بقى. طب والله لو ما قلت لي انت ايه المفاجاه اللي انت جاي تقولها لي لكون داخله وسايباني. استني بس كده مالك؟ اسمعي، خدي اتفرجي على ده وادعي لي. ايه ده بقى ان شاء الله؟ فيلم عربي؟ عربي؟ قديمة قوي انت ولا ايه؟ اجنبي يا بت، وبعدين انت مالك؟ ما تتفرجي وخلاص، هو اكل وبحلقه. شوف انت بس اختي كانت نام امتى واندهيني بقى. طب بس قول بقى ما تبقاش رخم. ما هو طالما ان انا هين عليك ان انا انزل زعلان كده ومكسور الجناح يبقى مش هقول لك. يا تقول بقى، بس بقول لك ايه، ما هو يا كده لالا تاخد شريطك يا عم ومش هتشوف وشي تاني. مالك حمائي قوي كده ليه النهارده؟ طب تعالي. انا دفعت فلوس التأشيرة. نعم يرحمك. انت صعبات يا بنت ولا ايه؟ انت مش عارفه ان امي ميته؟ انت هتفضحينا بقى. وايه يعني يا عبيطه؟ ما احنا على اتفاقنا برضو. اتفقنا ايه يا صالح؟ انت كده بتضيعني وبتخلع يا بنت. اضيعك ايه؟ ده انا اللي من غيرك اضيع. شوف ان انت بس اختي كانت نام امتى واندهي. طب لا بقى يا صالح، انت مش هتسافر غير لما نكتب الكتاب زي ما اتفقنا. واكتبه ازاي؟ روح امك وابوك وامك مسافرين. خلاص يبقى ما تسافرش وخليك قاعد لحد ما يجوا في الاجازه. لا والنبي يا بنت، انت عبيطه ولا ايه؟ ده انا ما صدقت اخد التأشيرة. وبعدين يا عبيطه، السفر ده مش هيغير حاجه من اللي بيننا. نتكلم بقى بعدين على رواق. سلام. استنى انا بس سيبنيش تاني. بقى نتكلم بعدين. منين الصبح؟ نعم يا سيدي. يا عم بص لي، عايز ايه؟ مش تتكلم معايا عادي يا صلوحه. يلا يا عم والنبي اتكل على الله، مش ناقصينك. بقول لك ايه، انت انا محترمك عشان ابوك راجل طيب، لكن وديني ممكن اعلم عليك على ما تفتكرني بيها العمر كله. ولا شغل الساعه عبد العزيز ده ما تعملش عليا. ايه؟ اتفضل يا عم. في ايه؟ البس شايب بتاعك جاي بتفتن عليا. مؤاخذة حد لطفي يعني. لا مفاتيح. وبخلي بالك من صالح شويه عشان يعني انت راجل محترم وطيب، ما عندكش وضع في العمر. قلنا لي يا اخويا خليك في حالك. شكرا يا عبد العزيز، شكرا. بص لي بقى وصدقه ده كمان. حاجه لله يا ابو، اديني حاجه لله اتعشى. ده انا زي ما انت شايفه مكسح. اما انت بقى عليك جوز كوارع. وحياة امك لم كسحت بجد عشان تقضي بقيت عمرك زحف وتستحق الشفاء على الحق. ست سناء وربنا ما كنت اعرف انك انت. انت مقضيها عامة زي ما انت مقضيها زحف يا واد. صدق ان انا اللي هربيك. ايه يا واد انت وهو في ايه؟ ما كل واحد يروح لحاله. ابوس ايدك، بلاش توديني للمعلم شرشاف. لما انت خايف من الضرب عامل فيها ابو الرجاله وبتعاكس نسوان الشارع ليه؟ الواد ده سرق منك حاجه؟ هو يقدر بس بربيه عشان ما يبصش لاسياده بعد كده. طب صلي على النبي بس عشان ما تعمليش فضايح، مش عايزين لمه. انا حاسه اني ما اسيبوش قدام المعلم الشرشاف. انا هجيب لك حق. خلاص ابوس هتجيب حقي منه؟ سيبيه لي بقى يا سناء بقى، ما تعملناش فضايح بقى. ابوس ده كلها اتلمت. يلا يا حبيبي توكل على الله، توكل على الله. يا ده انت اللي بتعمله ده يا جدع، ايه اللي بتعمله ده؟ حد يقع الوقعه دي؟ يلا حد يقع الوقعه. لا ده انا كده عمري ما هسامحه في يوم الاسود. يا ستي قلت لك استني بقى، انا هجيب لك حقك على جنب كده. ماشي يا زيزو، واعمل فيها اللي يرضيك والنبي. كتير الحنيه دي يا زيزو. يلا يا جدعان كل واحد يشوف مصلحته. اتفضل يا اسطى، توكل على الله، توكل على الله. يا معلم شرشابي، يا معلم شرشابي. الحق يا معلم. بنتك سناء اما تتخانق في الشارع. سناء، سناء يا معلم. اتفضل يا معلم. يا فين يالا الخناقه؟ اهي بعزيز جايه من هناك اهي يا معلم. انت ابوكي واقف، الله يخرب بيتك. جايه من هناك؟ مفيش اي حاجه يا معلم، الحمد لله كله تمام. انت يا بنت كل ما تنزلي في اي حته تعملي لنا مشاكل يا معلم. اصل الواد مالي عليك. انا عايز اعرف ايه؟ انا عايز افهم يعني. يعني الواد يعاكسني وما اتكلمش؟ ما انت عامله له كده لازم يعاكسك يا معلم. ده هو الواد مالي ايه؟ نزلك اساسا. هو انت على طول منظري مش عاجبك؟ هو اللي فازل عليا. ايوه مش عاجبني طبعا. ايه عايزه ايه؟ ما تقول لنا احنا نجيب لك اللي انت عايزاه. يا معلم ما يصحش يا معلم، احنا قدام المعرض ما يصحش. انت مال اهلك انت؟ واحد وبنته بيتكلموا، تتدخل ليه؟ ده موضوعها الي. خوري هات من هنا يالا. ماشي. وانت كمان غور اطلعي لامك.
يعني مش هجيب الدواء لامي؟ هجيب انا الدواء لامك يا رب يكون سم هاري. تعالى يلا 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 بنت مرجتك داهيه. رايح فين بس؟ كلمني هنا. في ايه يا حبيبتي؟ ما احنا خلصنا كل الكلام جوه، متهيألي فهمتني كويس واطمنتي، بعرف اني مش هقدر بيكي. لا بقى بصراحة يا صالح، أنا مش هطمن غير لما تكتب كتابك عليا زي ما وعدتني قبل ما تسافر. يخرب بيتك على الصبح يا بنتي، ما أنا قلت لك أول بس ما أسافر وأستقر والدنيا تمشي معايا شوية، هبعت لأبويا توكيل يتجوزك ويبعتك ليا، وبعدين من عرفتك أنا مش هرجع هنا تاني غير لما أبويا يموت، عشان أورث يعني وأخلص. طب وأنت هتسافر إمتى يا صالح؟ ولا أعرف يا بنتي، أنا أديت الراجل الجواز والفلوس ومستني يديني التأشيرة، بس قولي أسبوع 10 أيام وأبقى بره مصر، الصحة تلا يا بنتي أجيبك ونتجوز تعيشي معايا يا عمي. يا نهار أسود، يا لهوي أنا طلعك هنا يا واد أنت، يا لهوي إيه يا فهمي إيه؟ أنت تخرس خالص، أنت ليك عين تتكلم بنت ناجح، يا لهوي دخلوني يا بنت، بطلي فضايح، ده كان جاي والله جايب لي شوية حاجات كنت طالبها منه. يا حاج لطفي يا لهوي اهدي بس، والنبي اهدي والنبي اهدي عشان خاطري. أنت تخشي جوه بدل ما أقطع وشك، يا لهوي تخفليني يا بنت، يا بصيرتي والله يا أهدي أبوك، يا بصيرتي يا بصيرتي انت بتهرب يا ناجي، والله هنزل لابوك واقول له. الحمد لله على سلامتك يا بنات، حاسسني يا عمري فيك يا حبيبي، بهبلوك قول له احكي لي عملوا فيك ايه. ما خلاص بقى ياما، ما الراجل قدامك زي الفل اهو. ايه يا حاجه دعاء الكرواري اللي احنا فيه دوت؟ ما يصحش كده، الحمد لله ان وليد رجع بالسلامه يا حاجه، وبعدين بقى خليه كده يقوم يستحمى وياخد دش حلو وينسى اللي شافه ويتعشى عشوه حلوه ترم عظمه. ايوه يا ابني ايوه. طيب شكلين يا رجال. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش دي ريحه فراخ محمره ورز مفلفل؟ الله يبارك لك، شويه بتنجان مقلي كمان. دقيقه وحضر الوقت. راح فين بس؟ تعالي اقعدي هنا، نازلين على طول احنا. ما يصحش كده يا زيزو، طب عشان خاطر الرجال اهي الحاجه حلفت. ما يصحش بقى تنزل الحلفان يا زيزو، انت بخيل ولا ايه؟ عشان خاطر باب اللساح ده، ده كل مع بعض. طب انا هقوم، انا بقى رايح شويه. لا يا ابني لا، انت تاخد دش وتتعشى مع الرجال، ده انت وشك بقى زي اللقمه يا لا لا ماليش نفس، انا جعان نوم. يلا نحضر العشاء. تنسوني بقى وتسيبونا انساكم بعد اللي عملته فيا، وخليت لوستة بتاعي يفتح عليها بطوته ويتزا العيش والبلح والصحوبية. يعني هتعمل ايه يا بكرو؟ هترش زيت وسخ نتزعلع فيه يعني؟ صبرو ايه يا بكرو؟ ولا ايه ده انت وهو؟ اعمل ايه بس عشان تحلو عن قفايا وتسيبونا كل عيش؟ اقول لك يا زيزو، اللي عملته معانا ده ما يطلعش من الجمجمه ولا بالطبل البلدي.